مشروع نظام المخزن الوهمي لحل أزمة العطش يضحك المغاربة. انظروا من استنزف المياه. المغرب أو مملكة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والاستغلال الجنسي للأطفال هي المرادف أيضاً لمملكة الأكاذيب والضحك على ذقن الشعب. ففي محاولة مضحكة لتهدئة غضب المغاربة العطشة وفي إطار استراتيجية التعتيم، أعلن المخزن عن بناء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة. نعم، هكذا روج للكذبة الكبيرة. دايماً هكا راه دايماً هكا دايماً، احنا عايشين على التمر، عايشين على التمر. الناس نعسة وأنا كنفكر في كسيبة ديالنا وكنفكر في والديا كيموتوا بالعطش. علاش؟ باش حنا ماشي محقنا نشربوا الماء. ويتأكد المشروع الوهمي حين نعلم أن الشركتين المملوكتين لرئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش هم من سيقوما ببناء المحطة. كيف لا يحصل على الصفقة وهي تقدر بمليار ونصف مليار دولار؟ وأنا أقول دائما أن حكومة عزيز أخنوش هي حكومة شركات. هادشي أخنوش سيدنا وسيدك الرسول الله، أنت أخنوش ماشي أخنوش. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المحطة لن تعمل إلا في عام 2030، وهي خدعة أخرى. مزيان موارد تعبئة موارد جديدة للماء، ولكن نهار الجمعة داز صفقة 15 مليار درهم لشركات رئيس الحكومة في تضارب للمصالح وضرب للحكامة. ماذا تقولون؟ علاش الثروة ديال أخنوش بقات غادا طالعة؟ هكذا تنهب أموال المغاربة وهم يعيشون أزمة جفاف غير مسبوقة منذ سنوات. كنوض حتى الصباح، اقسم لك بالله فاش كنوض الصباح ما كنلقى حتى نقطة ما نجبدها، اقسم لك بالله ربي اللي شاهد عليه كنضربوا عليه. عرفتي الناس اللي قدوا يسهروا حدا البير راه كيسهروا كيتسناو بنقطة حتى تخرج. المشكل اللي بغاك عارف المال، المشكل كامل بصفة عامة في المغرب كامل. ويواصل نظام المخزن زراعة القنب الهندي والأفوكادو واللذين يستهلكان كميات كبيرة من المياه، غير آبه بأزمة العطش التي تهدد البلاد بانفجار اجتماعي واقتصادي. أنا شوف ما بنت لكم هذا الأفوكادو هي اللي فيها البركة، خليوها. وزراعة فاكهة الأفوكادو مثلا تمتص سنويا حجم مياه يعادل حاجيات 3 ملايين مغربي، وشركات زراعة صهيونية تستثمر فيها.